ونحن نتحدث عن زراعة عيش الغراب، نتحدث عن مراحل زراعته، وهو يعطينا أغلى بروتين نباتي. نتحدث اليوم 11 سبتمبر 2021، يبدأ الإعداد لزراعة عيش الغراب. هذا هو قش القمح. قش القمح البعض يقوم بدراسه تبن، والبعض الآخر يقوم بكبسه لإعداده بهذا الشكل بتموث أو بيئات مناسبة لزراعة عيش الغراب. طبعا هذه مرحلة يتم وضع الأسمدة والمغذيات والخمائر المناسبة. هذه مرحلة متقدمة ويتم التقليب ونصل إلى هذا الوضع بهذه الماكينات التي تقوم بتقليبه. يبقى هذا هو قش قمح، خمائر ومغذيات ينتج لنا بإذن الله بيئات مناسبة لزراعة عيش الغراب. تأمل هذه الأبخرة الناتجة لتفاعل الخمائر مع الأسمدة لتنتج لنا بيئة مناسبة لزراعة عيش الغراب، ليعطي لنا هو كفطر. عيش الغراب فطر لكن يتبع المملكة النباتية، يبقى أغلى نبات يعطينا بروتين. عن زراعة عيش الغراب، هذه مراحل إعداد البيئات المناسبة له. هذا ما لدينا، وبالطبع هذه ماكينة التقليب، وهذه المرحلة الأخيرة التي يتم أخذ هذه البيئات لزراعة عيش الغراب عليها. بالطبع يتم الزراعة في أكياس بلاستيكية مغلقة. نشكركم ونشكر حسن المتابعة.